أفلح من صلى على محمد وآل محمد. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عزمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو شهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترزت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد، وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام. دعاء افتتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للثواب بمنك، وإيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور أثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وأثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب.
اللهم إني أسألك قليلا من كثير ما حاجة بي إليه عظيما وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطائي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أبت عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبتى عني هو خيرا لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا ربي إنك تدعوني فولي عنك وتتحبب إلي وتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول عناتي في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالك الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيح يشاكله ولا ظهير يعاضده قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمة العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصي ويعزم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعزيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا واذكره مسبحا مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيتي ترعد السماء وسكر
سكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبه في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وأهل كرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبع العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. وصل على سبتي الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي هججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك. استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيت له. أبدله من بعد خوف أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أزهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهلا وتذل بها النفاق وأهلا وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة.
اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكسر به كلتنا، وعزز به ذلتنا، واغن به عيلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجه به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وآتنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وآتنا به فوق رغبتنا، يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا، وأذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا، إله الحق، آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتزاور الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبذر تكشف، ونصر تعز، وسلطان حق تظهر، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم برحمتك في الصالحين فادخلنا، وفي عليين فارفعنا، وبكأس من معين من عين سلسبيل فاسقنا، ومن الحور العين برحمتك فزوجنا، ومن الولدان المخلدين كأنهم لؤلؤ مكنون فأخدمنا، ومن ثمار الجنة ولحوم الطير فأطعمنا، ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا، وليلة القدر وحج بيتك الحرام، وقتلا في سبيلك فوفق لنا، وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا. وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا، وبراءة من النار فاكتب لنا، وفي جهنم فلا تغلنا، وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا، ومن الزقوم والزريء فلا تطعمنا، ومع الشياطين فلا تجعلنا، وفي النار على وجوهنا فلا تكببنا، ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا، ومن كل سوء يا لا إله إلا أنت، بحق لا إله إلا أنت فنجنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك أن تجعل فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في الأمر الحكيم، من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل، أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام، المبرور حجهم، المشكور سعيهم، المغفور ذنوبهم، المكفر عن سيئاتهم، وأنت
تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية، وتوسع في رزقي، وتجعلني ممن تنتصر بي لدينك ولا تستبدل بي غيري. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولا قبل التبعت أو ذنب تعذبني عليه. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ادخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. انك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد واجل فرحهم. اللهم يقرا الفاتحه. بسم الله الرحمن. Bismillahir Rahmanir Rahim. Before we continue, Inna Lillahi wa Inna Ilayhi Raji'un. Marhum Pyar Ali Tar Bhai Huda passed away peacefully early this morning, 11th March in Minneapolis. And also, Inna Lillahi wa Inna Ilayhi Raji'un. Marhum Pyar Ali Muhammad Fangani has passed away in Birmingham. Please can we welcome them and all those who have been killed in this genocide with a Surat Al-Fatiha. Before we continue, can I please request you all to move as far forward as possible with a salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Monday, the 11th of March, 2024. Is the eve of the first of Shahr Ramadan, 1445, Ramadan Kareem. Kindly keep your mobile phones on silent during the programs. Always keep your belongings with you at all times. Tomorrow, Tuesday, 12th of March, Salat al-Dhahrain program will commence at 12 p.m. with Masail by Maulana Sayyid Qalbi Abbas, followed by Salat al-Jama'ah at 12:16 p.m. Children's afternoon program will run from 4 p.m. to 6 p.m. on weekdays only. The main evening program will commence at 7:45 p.m. with Darsa, followed by Du'as and lecture by Sheikh Muhammad Jawad Shomali. Full details of the Shahr Ramadan program are on the website. Please do go over there to look at further details. Al-Had Youth presents the following events. Du'a night with Sheikh MJ Shomali on Thursday, 14th March, after the main program, which is open to all ladies and gents, and for ladies over the age of 18, on the 15th of March, join Al-Hadi for Du'as under the stars, a night of reflection and connection under the open skies, also after the main program. The KSIMC of London and the SBS present Hujjat Business Show, third time running on Saturday, 23rd of March. Limited stalls are available to book, so please visit Hujjat website for further details.
Raffle tickets are now for sale with some excellent prizes. Please see the treasurer's desk for further details. And the Shahr Ramadan Tabarruk and Iftar Fund is now open. Please speak to Brother Sajjad Tijani, Sister Nasima Bai Karim, or the Jamaat office if you would like to sponsor or part sponsor. Kindly donate generously for Hujjat Stanmore refurbishments at the treasurer's desk or online at hujjat.org. Ahsant. Before the main lecture, when we were younger, we used to come to the mosque and there used to be a 5-minute youth speech, something I grew up listening to, and alhamdulillah that's been brought back this year. And the first one will be by none other than the organizer of those 5-minute speeches, Al-Hajj Ali Akbar Hussein. Please can you welcome him with a salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So here's the thing. At the start of Ramadan, we are told that Shaitan has been banned, sent to hell, and shackled. Question is, where? Is it in your heart? Is it in your mind? Is it in Jahannam? That's the question. Now, before I carry on, I'd like a favor from you. If I use the word devil, Shaitan, or Iblis, please understand it's the same thing. So regards Iblis, in the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala, Surah Baqarah, Surah number 2, Ayah 34. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Thank you, future Qari Dr. Irfan Habib Chiwa. Now in that ayah, if I gave it to you in my own words, here was Iblis, who was told, like the old angels, do sijda to the new creation, Adam. Illa Iblis, he refused. And he became a kafir. He became a disbeliever. It then went on in Surah Hijra, Surah 15, Ayah 26 onwards, where there seemed to have been a dialogue between Iblis and Allah. Iblis was being thrown out all the way to the Day of Judgment. But somehow he came out of it with something. He said to Allah subhanahu wa ta'ala, let me, give me time to distract your people. Allah, if Allah could smile, he would have smiled. He said, oh, people of my iman, my slaves, my abdi, go for it. And that's how Iblis got power. And that's what I'm talking about, pod. Power of destruction. Power of distraction. Power of whatever you want. All of them are negatives. Now, pods, as you know, peas come in a pod. They grow on vines. They're branches. They are roots. They're all over the place. Imagine the same thing is in your brain. Loads of synapses, nerves, electrical activity with loads of thoughts and pods in there. Unfortunately, Iblis has planted them negatively. So what are these pods? Power of deflection, power of deceit, power of desserts, power of diabetes, power of dementia, power of destruction, and it goes on. And I bet you, before I reached the gate, you'd have come up with another 50 to 100. But Iblis said, I'm covert. I'm not like the others who go out dropping bombs openly. I will work through you from within. I will use power of destruction, power of distraction. So, there you are. We're all here waiting. There's a three-way traffic light out there. Maulana has been delayed. One of you, any one of you, Mu'min, please come to the front and lead Salah. We want Salatul Awwal. So,
You come up there and you're standing there in front of the freshly, newly double glazed windows. And you're looking out at the Mandir land. And you stand there and you adjust your hat, your abaya, and you're all ready. And you go, Allah. Distraction. Boom. It is Diwali. There is fire. Fireworks. Ladies in sari gallivanting around. And you're still there. And guess what? Iblis smiles. My work is done here. But Allah subhanahu wa ta'ala did not leave us with nothing. He gave us a pod. Our problem is we do not respect this pod. It is so small within the negatives in there. We need to culture it, feed it, recite it, use it until we become the pod. What is that pod? Power of dua. At this point, Iblis stood their eyes wide open. And he says, this is what he says. He starts to turn, legs ready to run. And I'm asking you all now to join me in this small dua. What does Iblis do? Screams, dua train coming my way. I'll come back another day. So all together, please. The dua. A'udhu billahi minash shaitani. Ahsant. Ahsant al-Hajj alaik wa Hussein. Alhamdulillah, always bringing a smile to our faces. Now, before we carry on, just a quick correction. Apparently, I said, please welcome the marhumin with the Surah Al-Fatiha. So, rojo karaba tuaje, forgive me for that. But can we please welcome our beloved Sheikh Muhammad Jawad Shamali for his series with a loud salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad. Brothers, just once more, if we could please move as far forward as possible. There's still more brothers coming in. Salla ala Muhammad wa Ali Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Dear sisters and brothers, السلام عليكم. I pray that you are well, inshallah. It's an honor for me to be among you one more time. It's been, I think, a year exactly. Last year, Ramadan, I had the honor of being in your lovely gathering. And now, alhamdulillah, after another year, we're back together. So much has changed, though, since last year. And this Ramadan feels a little bit different, feels a little bit... I think a lot of us have so much to digest. So much has happened, and now this is the first Ramadan. And I think it's a great opportunity for us to figure out what's what.
God's given us some time maybe to reflect, to go to him, to pray, to do dua, and figure a few things out. In addition to what's happening in the world and all the pain that we're all aware of, I also, in my personal life, as some of you may know, had a fair bit of interesting pain, which meant that since last Ramadan, I was away most of the year. And even this Ramadan, probably I'll have to leave again after mid-Ramadan. So I'm here for 2 weeks again, I'll have to go. But this 1 year of almost being away from everything, not almost, really being away from everything, and looking at pain like face to face, was very interesting. I don't think there is a teacher as powerful as pain. So it was very difficult, but I feel like God, through that pain, taught so much. And now I feel like that the world is in so much pain, humanity is in pain, we shouldn't really miss this opportunity of maybe waking up in ways that before this was not possible for us. Like when life has its routine, even when you try to be reflective, try to go deep, try to be spiritual, try to learn the lessons, still it's a little bit on the surface. But pain breaks everything and forces you to look deep. Now I feel like that many of us are feeling, you know, hurt or feeling the hurt of other beautiful souls. We shouldn't let this opportunity go. We shouldn't let this Ramadan be like previous Ramadans, Shahr Ramadans, and really make an awakening. And inshallah, that's what I want to talk about in the next 4 or 5 nights. And it's not going to be maybe as heavy as this, although the discussion is a very, I think, important one. So if you're agreed to start, should we go with a salawat? Is it okay if I have some of this water, or was this someone else's? Thank you so much. The community, the organizers have decided a beautiful idea to keep the theme for the whole month around Quran. So not just myself, but the other amazing scholars that come. Does that mean I'm amazing too, if I say the other amazing scholars that come? So the theme for the whole month, inshallah, is going to be Quran. In these 5 nights that, inshallah, I'll have the honor of being in your service and looking at your beautiful faces, we're going to be talking about a few verses of the Quran as well. But the idea is not to just like go into details and look at one verse and digest that. Rather, get a more holistic view. Get a point about the Quran that we can use and look at everything in life. Like that kind of approach. Something that can help us in almost any situation in life. And the verse I want to start with tonight is one verse that I don't know how many of you are familiar with. I'll recite it, inshallah. If you don't know it, you can go on your phone and maybe bring it up. It's Bismillahir Rahmanir Rahim. That's the verse.
How many people are familiar with that one? A few people. Alhamdulillah. So I thought maybe it's good to talk a little bit about what does this mean. I know that in the name of God, the compassionate, the merciful bit, you know? Like I've done my search before doing the lecture. What does it actually mean? In the next few nights, we're going to go, inshallah, deep into this one line and see that if we understand this one line, it's enough for us for the rest of our life. One thing which I hope we pay attention to is that Quran, there's a verse which is so profound. Quran says the depth, the real meaning of these verses that you see in the book, there's almost a depth to it that not everyone has access to. You must have heard even this verse in the Quran that says many people come to the Quran, they get misguided. Some people come, they get guidance. Some people come, they get misguided. You must have known in history there were so many people who read the Quran, even memorized the Quran, but did very terrible things. Even, for example, among the peoples like Ibn Muljam, who, we know what kind of destiny he had. He was not unfamiliar with the Quran. In fact, the surface memorization, understanding, recitation he had was much better than us at the surface of it. But Quran itself says, not everyone that comes towards me can access me. لا يمسه إلا المطهرون. Quran itself says, when you come towards me, it depends on how much your intentions are pure, how pure you are, how much you have cleaned yourself of certain things that we will discuss in the next few nights. Based on that, then you may have access to my beautiful teachings. Otherwise, you will even memorize it, read it, even maybe teach it to others with the beautiful tajweed. But still, you end up doing terrible things. You must have heard even stories of, for example, one of the imams passing a house with one of his companions, and inside there is a person talking to God or reciting dua or Quran or I don't remember exactly what, in a very spiritual state. And the companion of the imam gets so excited, so impressed. Wow, look at the iman on this person. Imam says, don't get so impressed quickly. Not everyone who manages to shed a tear as they're talking to God or reading scripture or a dua has found a way to the access of that in a way that allows them to get changed. Many of the same people who were even shedding tears as they're talking to God, because they hadn't purified themselves, ended up doing all sorts of nasty things. So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim is also something we can't take so lightly. You can't think that just because we read the translation in the name of God, the compassionate, the merciful, that's it, we know what this verse. No, it's an ocean. It's something that if we manage to get access to, we are sorted. The rest of the Quran is also accessible to us. Maybe a good place to start is thinking about it this way. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, the moment it is fully in our heart, it means that we are able to look at any part of our life, any story, any event,
and see that it is an event that is happening in a world created by a merciful and compassionate God. It's almost like giving you information about every scene or moment in your life. Think about it this way. You're going to a restaurant. You've never been there before. You don't know what type of cuisine is this. They put a plate in front of you. You don't know what this plate is going to be. Is it going to be sweet? Is it going to be sweet and sour? Is it going to be hot? Is it going to be full of oil? What is it going to be? Then a person comes and says, the chef is, for example, let's say from Iran. It's an Iranian restaurant. What is it that you can assume about the food? It's shaluk kebab, masalan. Now, what else? It's full of oil, right? If it's in a restaurant, it's full of oil because Iranian food with oil becomes really delicious, unfortunately. What else do you know? As someone said, it's not going to be that chilly inside it. It's not going to be very hot. It's not going to be very... it's not that tasty sauce. You don't need to add tasty sauce to your kubideh, right? Although, does anyone do that? Do you add tasty, like the hot sauce to your kubideh? You always take it with you. Beautiful. حالا بسم الله الرحمن الرحیم, you know what it means? If we look at every moment, they say the chef is a very loving chef. He's created this with love. Now, there is a question here. How come there are so many moments in our life, so many events in the world, we have them, our soul goes through them, but we don't feel that love. We don't feel that mercy. We don't feel that compassion. What does that mean? It's like they've told us, this chef is going to put so much oil. We're having the food, there's no oil. We're like, either the chef is lying or something else is happening. Or they told us, this chef knows how to put the exact amount of spices. Everything should taste amazing. We keep having life, and we're like, it's not that great, huh? How is life? Can't complain. And that's at best. Like, if we have a year like I had, it was so easy to complain. There was such a difficult year. Hope. What's going on? Is, na'uzu billah, God make us safe, why not? Is Bismillah ar-Rahman ar-Rahim a false claim or something else is going on? I want to say something else is going on. Do you remember some beautiful souls who got COVID, lost their taste? I don't know if you had a family member like that. We had, like, some family members, when they got the COVID virus, they couldn't taste anything. They would have coffee, like, it tastes like nothing. They would have a lovely food, like, it doesn't taste like anything. The virus had impacted their tasting abilities. They're having something really nice. But to them, it was horrible. Even Mrs., she, for a few days, I think, couldn't have coffee because she was, this is horrible. Now, I'm saying similar to what happened there, we got a virus and our tasting buds changed. We would have our favorite coffee and we couldn't taste it. Now we have something happen to us. We are having life, but it doesn't feel that amazing. If there was a polling done tonight, how many people would vote in favor of the creation of the world as it is today? How many people would vote in favor of it? Right? By the way, should we do that, or are you going to be shy to give your actual vote? If you vote in favor of creation, which is the safe vote,
you wouldn't be judged by your friends, although there shouldn't be any judgment, honestly, in an Islamic center. By the way, your center looks a little bit different from last year. Almost looks like you've done some minor refurbishments, huh? Also, from the window, I'm seeing so much higher now. I almost feel like we're in a different place. If they ask you to do a voting in favor of the creation of the world, how many people, as it is right now, would say it's a good idea? Recite a gentle salawat. If you're not so sure, you're like, baby, I'm trying to figure it out, recite a salawat. You know what we're trying to do, right? It's a polling, right? So you're giving votes through the salawat. You're aware of that? It reminds me of that lecture. Did I share it with you? The poor lecturer was talking about kindness, which means muhabbat, right? People thought he's mentioning the name of the prophet. It was in Farsi. He was saying, for example, the solution to life is kindness, muhabbat. Half of the people who were like half asleep recited the salawat. Then the guy said, oh, I'm not mentioning the name of prophet's name. I'm saying muhabbat. Again, they recited salawat, which means how engaging the talk must have been. I don't want to put the blame on people, although I can't put the blame on the lecturer too. Well, maybe it was just a nice day to sleep. The point I'm trying to make here, without getting too distracted, is Bismillah Rahman Rahim. It's not an easy thing. And it's not that, like, the standard of Bismillah Rahman Rahim is very high, by the way. It's not that God, you created this, you know better. That's not Bismillah Rahman Rahim. That would have been Bismillah Al-Hakim, for example. This world is created by a God who's got wisdom. We don't know what that wisdom is. But he's wise. Now, that's not what it says. It says this world is created by a God who's merciful and compassionate. You know, the standard is set very high. He says, look at your life, every moment of it. I've written it as an author. I've created it as a director. And I wanted to show my compassion and mercy. How can we see that? How can we live in a way that we have access to looking at the world in such a way that doesn't feel so bitter? This is almost everything I was thinking about this year. And the majority of this year, I was spending next to people who are in physical pain. Like physical pain, most of us cannot imagine. Even I couldn't imagine, to be honest with you, before seeing it. And when I was seeing it, I was like, I don't want to see it. I couldn't make sense of it initially. Like, I'm not unfamiliar with pain. Most of my life has been with people who are in pain. But this year, it seemed like, wow, there were levels of physical pain that I hadn't access to before. And so the whole year, I feel like the question God put in front of us was, Jawad, can you see? Can you look at this moment and see God's rahmah there? So I was like, that's a beautiful challenge, God. Let's do this. And slowly, slowly, God showed the way. But before we talk about the way, how can we be in... how can we see basically that beauty in life? You know that whole line of Lady Zainab that, like, we've spoken about it on almost every single lecture, like, you know, we have really used it quite a lot. وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا. That thing.
What was inside Lady Zainab that she didn't say, by the way, God, we're happy with you. Of course she said that, but she said more than that. She said, I saw beauty. In fact, she didn't even say that. Because there were times last year when things were getting difficult, I saw some beauty. Despite all the challenges, I was like, oh God, every now and then I'm seeing something beauty. Like I'm seeing the ones who are going out of their ways to take care of someone in pain. That's so beautiful. I saw mothers who give everything they have to make sure their child, you know, mothers who are ready to give everything they have, knowing that they can't even remove the pain of their child, but at least maybe they can make the pain slightly less. So all of this was beauty to me. The love inside the heart of that mother, inside the heart of that wife, who goes out of her way just to make sure the pain in the life of her husband becomes a little bit less intolerable. This is beautiful. But Lady Zainab didn't say that. She said, I didn't see anything but beauty. Because what I was seeing, and especially after like so much journey, was to see a whole day of darkness with a few moments of beauty here and there. But she says, I didn't see anything but beauty. Like beauty is the only thing there. What kind of level is this? How is that possible? There is some pain. Say, I saw pain and beauty. Why are you saying nothing but beauty? What's going on? This is what I'm saying, God showed some glimpses of how to get there. But before we want to talk about that, let's talk about another phrase in the Quran. Then we'll come and continue how to get to where Lady Zainab is. Please recite the salawat. How are you feeling, by the way? Are you okay? Alhamdulillah. It's a very light topic, no? It's good for the first night. I thought maybe we start with something not too serious. There is a beautiful prophet in the Quran. You may have heard of him. Prophet Yunus. Are you familiar with his story? Very lovely prophet. In a surah that is named after our beautiful prophet Yunus, the 10th verse. 10th, as you know, is the number that comes after 9. In the 10th verse, it says, it's talking about the people of heaven. So the previous verse is setting the scene that there are some people who have faith. As a result of that faith shows itself in their beautiful actions. And with this faith, through this faith, they are guided and they go to heaven. There's a phrase there which is so important after that. So it's talking about people of heaven. What do those guys talk about? دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. This is a golden verse that inshallah we're going to talk about. So it says there, their prayer, their call, what they say is Subhanallahumma. So glory be to God. You know, we'll explain what Subhanakallahumma means. تحياتهم فيها سلام. They greet each other with salam. And the last thing, the conclusion, the last thing they say is what? Alhamdulillah Rabbil Alameen. Do you know what this means?
It means, because this is, it says, it's already for people who are in heaven. And dunya is over. People have gone into heaven. And the last thing anyone ever says is what? Alhamdulillah Rabbil Alameen. Praise be to the God. So now we have two pieces I want to put together. We said this story of life, God says, starts with Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Before you enter into life, God says, this is a movie, this is a life, this is something created by a merciful, loving God. And he says, after you've watched the whole thing, once you've gone through the whole story, once you've gone through the whole journey, the last thing you have to say, having seen everything, experienced everything, gone through everything, there's one thing you say. What is that? Alhamdulillah. Oh, it was good. Alhamdulillah. God, awesome. Praise be to you. Alhamdulillah. I want to put these two, like this, our whole life is in this bracket. It starts by telling us it's written by a very loving God. And at the end of it, the only thing we want to say is, oh, Alhamdulillah. This is a bracket in which our life is. Starts with Bismillah. The last thing, inshallah, you will ever say in heaven, Alhamdulillah. Now, I want to use these two. And remember, I want to, inshallah, also talk about, at some point, about how to get to that only seeing beauty and all of that. We'll get there. But now we're going to talk a little bit about the month of Ramadan using these two. Because if we have these two, it tells us how we should be in the month of Ramadan. It's the first night. We have so much passion to make the most out of it. What should I do? God says, two things for now, remember. By the end of this month, if you've gone closer towards heaven, the one thing which should increase inside you is what? Alhamdulillah. Has entered into this month in a way that by the end of it, you're happier with me. And it should start with Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I have started it. I have started the story. What do I mean by that? I'll explain it in a couple of sentences. Tomorrow we'll open this up because our time tonight is over. Bibin, very briefly, tomorrow we'll open this up. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, when it comes to Ramadan, means don't think you have come to this month to make yourself better or to make God happy. Because that's not a story that starts with the name of God. That starts with you. I've come to this month. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim means God brought me into this month. There was a high chance I wouldn't have been able to come. But God says, start your month with me. Read the story, start the story with me. But is this a month in which I'm going to become better? God says, nah, this is a month I've invited you to my dhiyafa, to my feast. So start it with me. And by the end of it, what should I be saying? Should I be saying, oh, Alhamdulillah, I read masalan the whole Quran. I finished the Quran. I was up all night. I did so much. God says, if you do it this way, by the end of it, you keep saying, Alhamdulillah, Javad. I read the Quran. I did this.
God says, do it in a way that by the end of it, I'm the hero. I've invited you to my house. Remember, people of heaven, at the end, what does they say? They don't say, oh, look at me. They're like, look at God. Put the month of Ramadan between two brackets. God has brought me here, and he wants to take care of me so much. He wants to give me so much. He is hosting me in such beautiful way that by the end of it, instead of saying, look at me, I'm saying, look at how kind my God is. Inshallah, we'll open this up tomorrow. For now, I'll keep it here. As we've said, we need to get to a place where we can see Bismillah ar-Rahman ar-Rahim in every moment of life, and to be able to look at the story of our life and the world in a way that we see God's mercy there, nothing but mercy, and by the time the story is over, there's one thing left to say. God, what did you do? It was awesome. And inshallah, we'll continue tomorrow. Let's end with the salawat because I'm already over time. Ahsan Sheikh. After ziyara, please be seated for tabarruk. And at 9:45 p.m., Dua Josh and Kabir will start. Ahsan, ziyara. السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى تسعة المعصومين من ذرية الحسين علي بن السجاد ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاذم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري السلام عليك يا صاحب الزمان المهدي عجل الله فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا Brothers, please be seated for Tabarruk. Ahsant. Please be seated. Brothers, can we please be seated so that tea and tabarruk can be served? Please be seated.
صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Brothers, can we please be seated if you are staying for Tabaruk? The volunteers are saying they will not serve unless everyone is seated. So please, brothers near the door, if we are staying, please can we be seated? Ahsant.
صلوات على محمد وآل محمد. Brothers, we will start Dua Joshan Kabir in 1 minute, so please take your seats. Ahsant. صلوات على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا مؤتي المسألات يا قابل التوبات يا سامي الأصوات يا آلم الغفيات يا دافي البليات. سبحانك يا لا إله الغوث الغوث خلصنا يا خير الغافرين يا خير الفاتحين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الرازقين يا خير الوارثين يا خير الحامدين يا خير الذاكرين يا خير المنزلين يا خير المحسنين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا من له العزة والجمال يا من له القدرة والكمال يا من له الملك والجلال يا من هو كبير المتعال يا منشي السحاب الثقال يا من هو شديد المحال
يا من هو سريع الحساب، يا من هو شديد العقاب، يا من عنده حسن الثواب، يا من عنده أم الكتاب. سبحانك يا لا أنت الغوث الغوث، خلصنا اللهم إني أسألك باسمك يا حنان يا منان، يا ديان يا برهان، يا سلطان يا رضوان، يا غفران يا سبحان، يا مستعان ويا ذا المن والبيان. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغال، خلصنا يا من تواضأ كل شيء لأذمتي، يا من استسلم كل شيء لقدرتي، يا من ظل كل شيء لإزتي، يا من خضع كل شيء لخيبتي، يا من انقاد كل شيء من خشيتي، يا من تشققت الجبال من مخافتي، يا من قامت السماوات بأمري، يا من استقرت الأرضون بإذني، يا من يصبح الرعد بحمدي، يا من لا يعتدي على أهل مملكتي. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا يا غافر الخطايا، يا كاشف البلايا، يا منتهى الرجايا، يا مزيل العطايا، يا واهب الهدايا، يا رازق البرايا، يا كاذي المنايا، يا سامي الشكايا، يا بائث البرايا، يا مدلك الأسارى. سبحانك يا لا إله إلا الغوث الغوث، خلصنا من النار. يا ذا الحمد والثناء، يا ذا الفخر والبهاء، يا ذا المجد والسناء، يا ذا العهد والوفاء، يا ذا العفو والرضا، يا ذا المن والعطاء، يا ذا الفصل والقضاء، يا ذا العز والبقاء، يا ذا الجود والسخاء، يا ذا العلاء والنعماء. سبحانك يا لا الغوث الغوث، خلصنا من النار. اللهم إني أسألك باسمك يا مانئ يا دافع، يا رافع يا صانع، يا نافع يا سامع، يا جامع يا شافع، يا واسع يا موسى. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا يا صانع كل مصنوع، يا خالق كل مخلوق، يا رازق كل مرزوق، يا مالك كل مملوك، يا كاشف كل مكروب، يا فارج كل محموم، يا راحم كل مرحوم، يا ناصر كل مخذول، يا ساتر كل معيوب، يا ملجأ كل مطرود. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا يا ردتي إن شدتي، يا رجائي إن مصيبتي، يا مونسي إن وحدي.
وحشتي يا صاحبي إن غربتي يا ولي إن نعمتي يا غياثي إن قربتي يا دليلي إن حيرتي يا غنائي عند افتقاري يا ملجئي عند اضطراري يا معيني عند مفزعي سبحانك يا لا إله إلا يا ألام الغيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا كاشف الكروب يا مقلب القلوب يا طبيب القلوب يا منور القلوب يا أنيس القلوب يا مفرج الهموم يا منفس الهموم سبحانك يا لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك باسمك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا كبيل يا مديل يا منيل يا مكيل يا مهيل سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث يا دليل المتهيئين يا غياث المستغيثين يا صريخ المستسخين يا جار المستجيرين يا مانع الخائفين يا عون المؤمنين يا راحم المساكين يا ملجأ العاصين يا غافر المذنبين يا مجيب الدعوة المضطرين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث يا ذا الجود والإحسان يا ذا الفضل والامتنان يا ذا الأمن والأمان يا ذا القدس والسبحان يا ذا الحكمة والبيان يا ذا الرحمة والرضوان يا ذا الهجة والبرهان يا ذا العظمة والسلطان يا ذا الرعفة والمستان يا ذا العفو والغفران سبحانك يا لا يا من هو رب كل شيء يا من هو إله كل شيء يا من هو خالق كل شيء يا من هو صانع كل شيء يا من هو قبل كل شيء يا من هو بعد كل شيء يا من هو فوق كل شيء يا من هو عالم بكل شيء يا من هو قادر على كل شيء يا من هو يبقى ويفنى كل شيء سبحانك يا لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا مكون يا ملكن يا مبين يا مهون يا ممكن يا مزين يا معلن يا مقسم سبحانك يا لا إله إلا أنت يا من هو في ملكه مقيم يا من هو في سلطانه قديم يا من هو في جلاله عظيم يا من هو على عباده رحيم يا من هو بكل شيء عليم يا من هو بمن عصاه حليم يا من هو بمن وجاه كريم يا من هو في سنه حكيم
يا من هو في حكمته لطيف، يا من هو في لطفه قديم. سبحانك يا لا إله إلا أنت. يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا ينظر إلا بره، يا من لا يخاف إلا عدله، يا من لا يدوم إلا ملكه، يا من لا سلطان إلا سلطانه، يا من وسيت كل شيء رحمته، يا من سبقت رحمته غضبا، يا من أحاط بكل شيء علمه، يا من ليس أحد مثله. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا خالق الخلق، يا صادق الوعد، يا موفي العهد، يا عالم السر، يا فالق الهاب، يا رازق الأنام. سبحانك يا لا إله إلا اللهم إني أسألك باسمك يا علي يا وفي، يا غني يا ملي، يا حفي يا عظي، يا زكي يا بدي، يا قوي يا ولي. سبحانك يا لا إله إلا أنت يا من أظهر الجميل، يا من ستر الكبيح، يا من لم يؤاخذ بالجريرة، يا من لم يحتك الستر، يا عظيم العاف، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى. سبحانك يا لا إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا ذا النعمة السابغة، يا ذا الرحمة الواسعة، يا ذا المنة السابقة، يا ذا الحكمة البالغة، يا ذا القدرة الكاملة، يا ذا الهجة القاطعة، يا ذا الكرامة الظاهرة، يا ذا العزة الداعمة، يا ذا القوة المتينة، يا ذا العظمة المنيعة. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث، يا بديع السماوات، يا جاعل الظلمات، يا راحم الأبرات، يا مقيل الأثرات، يا ساتر العورات، يا محيي الأموات، يا منزل الآيات، يا مضعف الحسنات، يا ماهي السيئات، يا شديد النقمات. سبحانك يا لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك باسمك يا مصور يا مقدر، يا مدبر يا مطهر، يا منور يا ميسر، يا مبشر يا منذر، يا مقدم يا مؤخر. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا
يا رب البيت الحرام، يا رب الشهر الحرام، يا رب البلد الحرام، يا رب الركن والمقام، يا رب المشعر الحرام، يا رب المسجد الحرام، يا رب الهل والحرام، يا رب النور والظلام، يا رب التهية والسلام، يا رب القدرة في العنام. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث يا أحكم الحاكمين، يا عادل العادلين، يا أصدق الصادقين، يا أطهر الطاهرين، يا أحسن الخالقين، يا أسرع الحاسبين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أشفى الشافعين، يا أكرم الأكرمين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا هرس من لا هرس له، يا غياث من لا غياث له، يا فخر من لا فخر له، يا عز من لا عز له، يا معين من لا معين له، يا أنيس من لا أنيس له، يا أمان من لا أمان له. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث اللهم إني أسألك باسمك يا عاصم يا قائم يا داعم يا راهم يا سالم يا حاكم يا عالم يا قاسم يا قابض يا بسيط. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغفور يا عاصم من استعصم، يا راهم من استرحم، يا غافر من استغفر، يا ناصر من استنصر، يا حافظ من استحفظ، يا مكرم من استكرم، يا مرشد من استرشد، يا صريخ من استصرخ، يا معين من استعان، يا مغيث من استغاث. سبحانك يا يا عزيزا لا يضام، يا لطيفا لا يرام، يا قيوما لا ينام، يا دائما لا يفوت، يا حيا لا يموت، يا ملكا لا يزول، يا باقيا لا يفنى، يا عالما لا يجهل، يا صمدا لا يطعم، يا قويا لا يدور. سبحانك يا لا إله إلا اللهم إني أسألك باسمك يا أحد يا واحد يا شاهد يا ماجد يا حامد يا راشد يا باعث يا وارث يا ضار يا نافع. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا لا. يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم، يا أعلم من كل عليم، يا أحكم من كل حكيم، يا أقدم من كل قديم، يا أكبر من كل كبير، يا ألطف من كل لطيف، يا أجل من كل جليل، يا أعز من كل عزيز. سبحانك يا لا لا أنت يا كريم الصف، يا عظيم المن، يا كثير الخير،
يا قديم الفاذل يا دائم اللطف يا لطيف السن يا منافس الكل يا كاشف الذنب يا مالك الملك يا قاضي الحق سبحانك يا لا اله الا انت يا من هو في أهده وفي يا من هو في وفائه قوي يا من هو في قوته عالي يا من هو في علوه قريب يا من هو في قربه لطيف يا من هو في لطفه شريف يا من هو في شرفه عزيز يا من هو في عزه عظيم يا من هو في عظمته مجيد يا من هو في مجده حميد اللهم إني أسألك باسمك يا كافي يا شافي يا وافي يا مؤافي يا هادي يا داعي يا قاضي يا راضي يا آلي يا باقي سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث يا من كل شيء خاضئ له يا من كل شيء خاشع له يا من كل شيء كائن له يا من كل شيء موجود به يا من كل شيء منيب إليه يا من كل شيء خائف منه يا من كل شيء قائم به يا من كل شيء صائع إليه يا من كل شيء يسبح بحمده يا من كل شيء هالك إلا وجهه سبحانك يا لا إله إلا أنت يا من لا مفر إلا إليه يا من لا مفزع إلا إليه يا من لا مقصد إلا إليه يا من لا منجا منه إلا إليه يا من لا يرخب إلا إليه يا من لا حول ولا قوة إلا به يا من لا يستعان إلا به يا من لا يتوكل إلا عليه يا من لا يرجى إلا هو يا من لا يعبد إلا هو سبحانك يا إله إلا أنت يا خير المرهوبين يا خير المرهوبين يا خير المطلوبين يا خير المسؤولين يا خير المقصودين يا خير المذكورين يا خير المشكورين يا خير المحبوبين يا خير المدعوين يا خير المستعنسين سبحانك يا الله إلا القوث القوث خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا غافر يا ساتر يا قادر يا قاهر يا فاطر يا كاسر يا جابر يا ذاكر يا ناذر يا ناسر سبحانك يا يا من خلق فسوى يا من قدر فحدا يا من يكشف البلوى يا من يسمع النجوى يا من ينقذ الغرقى يا من ينجي الهلكى يا من يشفي المرضى يا من أضحك وأبكى يا من أمات وأحيا يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى سبحانك يا الله يا من في البر والبحر سبيله
يا من في الآفاق آياته، يا من في المما يا من في الآيات برهانه، يا من في الممات قدرته، يا من في القبور إبرته، يا من في القيامة ملكه، يا من في الحساب حيبته، يا من في الميزان قضاءه، يا من في الجنة ثوابه، يا من في النار عقابه. سبحانك يا لا إله إلا يا من إليه يهرب الخائفون، يا من إليه يفزع المذنبون، يا من إليه يقصد المنيبون، يا من إليه يرغب الزاهدون، يا من إليه يلجأ المتحيرون، يا من به يستأنس المريدون، يا من به يفتخر المحبون، يا من في عفوه يطمع الخاطئون، يا إليه يسكن الموقنون، يا من إليه كل المتوكلون. سبحانك يا لا إله إلا اللهم إني أسألك باسمك يا حبيب يا طبيب، يا قريب يا رقيب، يا حسيب يا محيب، يا مسيب يا مجيب، يا خبير يا بصير. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث. يا أقرب من كل قريب، يا أحب من كل حبيب، يا أبصر من كل بصير، يا أخبر من كل خبير، يا أشرف من كل شريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قوي، يا أغنى من كل غني، يا أجود من كل جواد، يا أرأف من كل رؤوف. سبحانك يا لا إله إلا أنت يا خالبا غير مخلوق، يا سانعا غير مصنوع، يا خالقا غير مخلوق، يا مالكا غير مملوك، يا قاهرا غير مقهور، يا رافعا غير مرفوع، يا حافظا غير محفوظ، يا ناصرا غير منصور، يا شاهدا غير غائب، يا قريبا غير بعيد. سبحانك يا لا إله إلا يا نور النور، يا منور النور، يا خالق النور، يا مدبر النور، يا مقدر النور، يا نور كل نور، يا نورا قبل كل نور، يا نورا بعد كل نور، يا نورا فوق كل نور، يا نورا ليس كمثله نور. سبحانك يا لا يا من عطاؤه شريف، يا من فعله لطيف، يا من لطفه مقيم، يا من إحسانه قديم، يا من قوله حق، يا من وعده صدق، يا من عفوه فضل، يا من عذابه عدل، يا من ذكره هلو، يا من فضله عميم. سبحانك يا الله اللهم إني أسألك باسمك يا مصحل يا مفصل، يا مبدل يا مذلل، يا منزل يا منول، يا مفتل يا مزل، يا ممهل يا مجمل. سبحانك يا لا إله إلا أنت. يا من يخلق ولا يخلق،
يا من يرى ولا يرى، يا من يخلق ولا يخلق، يا من يهدي ولا يهدى، يا من يحيي ولا يحيى، يا من يسعل ولا يسعل، يا من يطعم ولا يطعم، يا من يجير ولا يجار عليه، يا من يقضي ولا يقضى عليه، يا من يحكم ولا يحكم عليه، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا لا إله إلا أنت يا نعم الحسيب، يا نعم الطبيب، يا نعم الرقيب، يا نعم القريب، يا نعم المجيب، يا نعم الحبيب، يا نعم الكفيل، يا نعم الوكيل، يا نعم المولى، يا نعم النصير. يا سرور العارفين، يا من المحبين، يا عنيس المريدين، يا حبيب التوابين، يا رازق المخلين، يا رجاء المذنبين، يا قرة عين العابدين، يا منفسان المكروبين، يا مفرجان المغمومين، يا إله الأولين والآخرين. سبحانك يا لا إله إلا اللهم إني أسألك باسمك يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا يا ناصرنا يا حافظنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا. يا رب النبيين والأبرار، يا رب الصديقين والأخيار، يا رب الجنة والنار، يا رب الصغار والكبار، يا رب الحبوب والثمار، يا رب الأنهار والأشجار، يا رب السهاري والقفار، يا رب البراري والبهار، يا رب الليل والنهار، يا رب الإعلان والإسرار. سبحانك يا لا إله إلا يا من نفذ في كل شيء عمره، يا من لاحق بكل شيء علمه، يا من بلغت إلى كل شيء قدرته، يا من لا يحصي العباد نعمة، يا من لا تبلغ الخلائق شكرا، يا من لا تدرك الأفهام جلالا، يا من لا تنال الأوهام كنها، يا من العظمة والكبرياء الرداء، يا من لا يعود العباد خضاع، يا من لا ملك إلى ملكه، يا من لا تاء إلى تاء. سبحانك يا لا إله إلا أنت الله. يا من له المثل الأعلى، يا من له الصفات العليا، يا من له الآخرة والعلا، يا من له جنة المأوى، يا من له الآيات الكبرى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من له الحكم والقضاء، يا من له الهواء والفضاء، يا من له العرش والثرى، يا من له السماوات العلى. سبحانك يا لا إله إلا أنت الله خلصنا من النار يا رب.
اللهم إني أسألك باسمك يا عفو يا غفور يا صبور يا شكور يا رؤوف يا عطوف يا مسؤول يا ودود يا سبح يا قدوس. يا من في السماء عظمته يا من في الأرض آياته يا من في كل شيء دلائله يا من في البحار غجائبه يا من في الجبال خزائنه يا من يبدأ الخلق ثم يعيده يا من إليه يرجع الأمر كله يا من أظهر في كل شيء لطفه يا من أحسن كل شيء خلقه يا من تصرف فوق الخلائق قدرته. سبحانك يا لا إله إلا أنت يا حبيب من لا حبيب له يا طبيب من لا طبيب له يا مجيب من لا مجيب له يا شفيق من لا شفيق له يا رفيق من لا رفيق له يا مغيث من لا مغيث له يا دليل من لا دليل له يا أنيس من لا أنيس له يا راحم من لا راحم له يا صاحب من لا صاحب له. سبحانك يا لا إله إلا أنت الرؤوف الرؤوف يا كاف يا من استكفى يا هادي يا من استحدى يا كال يا من استكلى يا راعي يا من استرعى يا شاف يا من استشفى يا قاضي يا من استقضى يا مغني يا من استغنى يا مفي يا من استوفى يا مقوي يا من استقوى يا ولي يا من استولى. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث اللهم إني أسألك باسمك يا خالق يا رازق يا ناطق يا صادق يا فالك يا فارق يا فاتك يا راتق يا سابق يا سامق. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث يا من يكلب الليل والنهار يا من جعل الظلمات والأنوار يا من خلق الذيل والحرور يا من سخر الشمس والقمر يا من قدر خير والشر يا من خلق الموت والحياة يا من لم هو الخلق والعام يا من لم يعتق صاحبة ولا ولدا يا من ليس الله شريك في الملك يا من لم يكن الله ولي من الذل. سبحانك يا لا إله إلا أنت يا من يعلم مراد المريدين يا من يعلم ضمير الصامتين يا من يسمع عن الواهنين يا من يرى بكاء الخائفين يا من يعلم هوائج السائلين يا من يقبض عذر التائبين يا من لا يصلح عمل المفسدين يا من لا يؤجل أجر المحسنين يا من لا يبعد عن قلوب العارفين يا أجود الأجودين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث يا دامع البقاء يا سامع الدعاء
يا واسع العطاء يا غفير الخطأ يا بديع السماء يا حسن البلاء يا جميل الثناء يا قديم السناء يا كثير الوفاء يا شريف الجزاء سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا اللهم إني أسألك باسمك يا ستار يا غفار يا كحار يا جبار يا سبار يا بار يا مختار يا فتى يا نفاه يا مرتار سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا يا من خلقني وسواني يا من رزقني ورباني يا من عتمني وسقاني يا من كربني وأدناني يا من أسمني وكفاني يا من حفظني وكلاني يا من أعزني وأغناني يا من وفقني وهداني يا من أنسني وأواني يا من أمتني وأحياني سبحانك يا لا إله إلا أنت خلصنا يا من يهك الحق بكلماته يا من يقبل توبات عن عباده يا من يهل بين المرء وقلبه يا من لا تنفع شفاعته إلا بإذنه يا من هو أعلم بمن ضال عن سبيله يا من لا مؤاكب لحكمه يا من لا راضى لقضائه يا من انكدى كل شيء لأمره يا من السماوات مضوية بيمينه يا من يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث يا من جعل أوسام هادا يا من جعل جبال أوتادا يا من جعل شمس سراجا يا من جعل قمر نورا يا من جعل ليلة لباسا يا من جعل نهارا معاشا يا من جعل نوما سباتا يا من جعل سماعا بناء يا من جعل أشياء أزواجا يا من جعل نرى مرصادا سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث اللهم إني أسألك باسمك يا سميع يا شفيع يا رفيع يا منيع يا سريع يا بديع يا كبير يا قدير يا خبير يا مجير سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا يا حي قبل كل حي يا حي بعد كل حي يا حي الذي ليس كمثله حي يا حي الذي لا يشركه حي يا حي الذي لا يحيا يحتاج الا حي يا حي الذي يميت كل حي يا حي الذي يرزق كل حي يا حي لم يرث يا حياه من حي يا حي الذي يحيي موتى يا حي يا قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا من له ذكر
ذكر لا ينسى، يا من له نور لا يطفى، يا من له نعم لا تعاد، يا من له ملك لا يزول، يا من له ثناء لا يحصى، يا من له جلال لا يكيف، يا من له كمال لا يدرك، يا من له قضاء لا يراد، يا من له صفات لا تبدل، يا من له نعوت لا تغير. سبحانك يا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا رب العالمين، يا مالك يوم الدين، يا غاية الطالبين، يا ظهر اللاجئين، يا مدرك الهاربين، يا من يحب الصابرين، يا من يحب التوابين، يا من يحب المتطهرين، يا من يحب المحسنين، يا من هو أعلم بالمهتدين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا شفيق يا رفيق، يا حفيظ يا محيط، يا مقيت يا مغيث، يا معز يا مذل، يا مبدئ يا معيد. سبحانك يا لا إله إلا أنت بلا ضد، يا من هو فرض بلا نيب، يا من هو السمد بلا عيب، يا من هو وتر بلا كيف، يا من هو قاض بلا حيف، يا من هو رب بلا وزير، يا من هو عزيز بلا ذل، يا من هو غني بلا فقر، يا من هو ملك بلا عز، يا من هو موصوف بلا شبيه. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من ذكره شرف للذاكرين، يا من شكره فوز للشاكرين، يا من حمده عز للحامدين، يا من طاعته نجاة للمطيعين، يا من بابه مفتوح للطالبين، يا من سبيله واضح للمنيبين، يا من آياته برهان للناذرين، يا من كتابه تذكرة للمتقين، يا من رزقه هموم للطائعين والعاصين، يا من رحمته قريب من المحسنين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من تبارك اسمه، يا من تعالى جده، يا من لا إله غيره، يا من جل ثناؤه، يا من تقدست أسماؤه، يا من يدوم بقاؤه، يا من عظمته بهاؤه، يا من الكبرياء رداؤه، يا من لا تحصى آلاؤه، يا من لا تعد نعماؤه. سبحانك يا لا إله إلا اللهم إني أسألك باسمك يا مؤين يا أمين، يا مبين يا متين، يا مكين يا رشيد، يا حميد يا مجيد، يا شديد يا شهيد. سبحانك يا لا إله إلا أنت يا ذا العرش المجيد، يا
ذا القول السديد، يا ذا الفعل الرشيد، يا ذا البطش الشديد، يا ذا الوعد والوعيد، يا من هو الولي الحميد، يا من هو فعال لما يريد، يا من هو قريب غير بعيد، يا من هو على كل شيء شهيد، يا من هو ليس بظلام للعبيد. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث خلصنا من النار. يا من لا شريك له ولا وزير، يا من لا شبيه له ولا نظير، يا خالق الشمس والقمر المنير، يا مغني البائس الفقير، يا رازق الطفل الصغير، يا راحم الشيخ الكبير، يا جابر العظم الكثير، يا اسمة الخائس المستجير، يا من هو عباده خبير بصير، يا من هو على كل شيء شهيد قدير. سبحانك لا إله إلا أنت. يا ذا الجود والنعم، يا ذا الفضل والكرام، يا خالق اللوح والقلم، يا بارئ الضر والنسام، يا ذا البأس والنقام، يا ملهم العرب والعجام، يا كاشف الضر والألام، يا عالم السر والهمام، يا رب البيت والهرام، يا من خلق الأشياء من الأدام. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث خلصنا من النار. اللهم إني أسألك باسمك يا فائل يا جائل يا قابل يا كامل، يا فاسل يا واسل يا عادل يا غالب، يا طالب يا واحب. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث خلصنا من النار. يا من أنعم بطوله، يا من أكرم بجوده، يا من جاد بلطفه، يا من تعزز بقدرته، يا من قدر بحكمته، يا من حكم بتدبيره، يا من دبر بعلمه، يا من تجاوز بحلمه، يا من دنا في أنوه، يا من أنا في دنوه. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث خلصنا من النار. يا من يخلق ما يشاء، يا من يفعل ما يشاء، يا من يهدي من يشاء، يا من يدل من يشاء، يا من يؤدب من يشاء، يا من يغفر لمن يشاء، يا من يعز من يشاء، يا من يدل من يشاء، يا من يصور في الأرحام ما يشاء، يا من يختص برحمته من يشاء. سبحانك يا إله إلا أنت، الغوث الغوث خلصنا من النار. يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، يا من جعل لكل شيء قدرا، يا من لا يشرك في حكمه أحدا، يا من جعل ملائكة رسلا، يا من جعل في السماء بروجا، يا من جعل أرض قرارا، يا من خلق من الماء بشرا، يا من جعل لكل شيء عمدا، يا من أحاط بكل شيء علما، يا من أحصى كل شيء عددا. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث خلصنا من النار. يا رب
اللهم إني أسألك باسمك يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا بر يا حق يا فرد يا ود يا صمد يا صمد سبحانك يا لا إله إلا أنت يا خير معروف أرف يا أفضل محبود أبد يا أجل مشكور شكر يا أعز مدهور دقر يا أعلى محمود همد يا أقدم موجود طلب يا أرفع موصوف الوصف يا أكبر مقصود قصد يا أكرم مسؤول سئل يا أشرف محبوب أرم سبحانك يا لا إله إلا يا حبيب الباقين يا سيد المتوكلين يا هادي المدلين يا ولي المؤمنين يا أنيس الذاكرين يا مفزع الملهوفين يا منجي الصادقين يا أقدر الكادرين يا أعلم العالمين يا إله الخلق أجمعين سبحانك يا لا إله إلا الخوف خلصنا من النار يا رب يا من على فقها يا من ملك فقدا يا من بطن فقبا يا من أبد فشكا يا من أسي فقفا يا من لا تهويه الفقا يا من لا يدركه بصا يا من لا يكفى عليه يفا يا رازق البشر يا مقدر كل قدر سبحانك يا لا إله إلا أنت الخوف خلصنا اللهم إني أسألك باسمك يا حافظ يا باري يا داري يا بادك يا فارج يا فاتح يا كاشف يا ضامن يا آمر يا ناهي سبحان الله الخوف الخوف خلصنا من النار يا من لا يعلم الغيب إلا هو يا من لا يصرف السوء إلا هو يا من لا يخلق خلقا إلا هو يا من لا يغفر ذنبا إلا هو يا من لا يتمن نعمة إلا هو يا من لا يقلب القلوب إلا هو يا من لا يدبر أمر إلا هو يا من لا ينزل غيتا إلا هو يا من لا يبسط رزقا إلا هو يا من لا يحيي الموتى إلا هو سبحانك يا مؤين الضعفاء يا صاحب الغربة يا ناصر الأولياء يا قاهر الأعضاء يا رافع السماء يا أنيس الأصفياء يا حبيب الأتقياء يا كنز الفقراء يا إله الأغنياء يا أكرم الكرماء سبحانك يا الله إلا الغوث خلصنا من النار يا رب يا
شافيا من كل شيء، يا قائما على كل شيء، يا من لا يشبهه شيء، يا من لا يزيد في ملكه شيء، يا من لا يخفى عليه شيء، يا من لا ينقص من هزائنه شيء، يا من ليس كمثله شيء، يا من لا يعزب عن علمه شيء، يا من هو خبير بكل شيء، يا من وسعت رحمته كل شيء. سبحانك يا الله لا إله إلا أنت، الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا مكرم يا مطعم، يا منعم يا معطي، يا مقني يا مقني، يا مفني يا مهي، يا مرضي يا منجي. سبحانك يا الله يا إله، الغوث الغوث، خلصنا من النار يا يا أول كل شيء وآخره، يا إله كل شيء ومليكه، يا رب كل شيء وصانعه، يا بارئ كل شيء وخالقه، يا قابض كل شيء وباسطه، يا مبدي كل شيء ومغيده، يا منشي كل شيء ومقدره، يا مكون كل شيء ومهوله، يا مهي كل شيء ومميته، يا خالق كل شيء ووارثا. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا غير ذاكر ومذكور، يا غير شاكر ومشكور، يا غير حامد ومحمود، يا غير شاهد ومشهود، يا غير داء ومدعو، يا غير مجيب ومجاب، يا غير مونس وعنيس، يا غير صاحب وجليس، يا غير مقصود ومطلوب، يا غير حبيب ومحبوب. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من هو لمن دعاه مجيب، يا من هو لمن أطاعه حبيب، يا من هو إلى من أحبه قريب، يا من هو بمن استعفته الرقيب، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو في عظمته رحيم، يا من هو في إحسان حكمته عظيم، حكمته عظيم، يا من هو في إحسانه قديم، يا من هو بمن أراده عليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت، الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم إني أسألك باسمك يا مصبب يا مرخب، يا مقلب يا مؤقت، يا مرتب يا مخوف، يا محذر يا مذكر، يا مسخر يا مغير. سبحانك يا لا إله إلا من علمه سابق، يا من وعظه صادق، يا من لطفه طاهر، يا من أمره غالب، يا من كتابه محكم، يا من قضاؤه قائن، يا من قرآنه مجيد، يا من ملكه قديم، يا من فضله أميم، يا من عرشه عظيم. الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. يا من لا يشغله سمع عن
صام، يا من لا يمنعه فعلا عن فعل، يا من لا يلهيه قول عن قول، يا من لا يخلط سؤالا عن سؤال، يا من لا يحجبه شيء عن شيء، يا من لا يبرمه إلهاه الملهين، يا من هو غاية مراد المريدين، يا من هو منتهى همم العارفين، يا من هو منتهى طلب الطالبين، يا من لا يخفى عليه ذرة في العالمين. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغاص، خلصنا من النار يا رب، يا حليما لا يعجل، يا جوادا لا يبخل، يا صادقا لا يخلف، يا وهابا لا يمل، يا طاهرا لا يغلب، يا أذيما لا يوصف، يا أدلا لا يغيف، يا غنيا لا يفتقر، يا كبيرا لا يصغر، يا خافتا لا يغفل. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث، خلصنا من النار يا رب. اللهم صل على دعاء إمام صاحب الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى المرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة، وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، وعلى الأسراء بالخلاص والراحة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة، وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة، واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
One more salawat for our young reciters, please, with the loudest of your voices.